لقيتش يعني غير المنطقة دي الجبنة فيها. لازم حتة محدش يشوفنا فيها. انت عارف لو حد شاف اللي احنا بنعمله ده وصوره هتبقى فضيحة بجلاجل للرجل العنابي، واحنا مش ناقصين، كفاية فضيحة البنطلون بتاعتك. يا دي ام البنطلون، ما تنسى بقى دكتور. اخرس. يا بنودي. جاهز؟ طيب. الرجل العنابي هيخش وانت وراه على طول. سلام. خش. استعنى عشان بالله. عنابي. ايوه العنابي يا بتنجان يا اسود انت. عنابي. ايه الحلاوه دي يا بنت؟ ده انا وربنا لو عبسال. براحتك يا سوبر ستار. ما تبقيش تقف لوحدك تاني في حتت مقطوعة. المرة دي انا انقذتك، المرة الجاية يا عالم. حاضر. بس بقولك ايه، هو انت ازاي ضربت الرجل العنيد؟ ايه ما هي على السوبر دي كده باكلها. يلا بينا.